في مصر. نسيب المشاكل ونروح لخبر كتير يعني بيسعدنا تقريبا بيسعدنا كلنا فعلا، لأنه حاجة خاصة بثقافتنا، حاجة خاصة بحياتنا اللي ممكن تبقى أحسن لو إحنا استغلنا هذا المشروع القومي الكبير، وهو الحملة القومية للقراءة للجميع. النهاردة السيدة الفضيلة سوزان مبارك افتتحت الحملة القومية للقراءة للجميع، افتتحتها في الإسماعيلية، وكان في مجموعة كبيرة من الوزراء والقيادات الشعبية. عايزين نقول لحضراتكم أن الافتتاح ده بيتواكب مع مرور 20 عام على بدء مهرجان القراءة للجميع، اللي تحول طبعا مع التواصل يعني 20 سنة أكيد ما بقتش مجرد حملة قد ما بقت يعني بجد حاجة قومية كبيرة جدا احنا المفروض نبقى فخورين جدا بيها. عايزين نقول أنه دايما كان شعار الحملة القومية للقراءة للجميع ان هو القراءة للجميع، لا اصبح القراءة حق للجميع. اعتقد ان ده يعني الشعار ده بقى ليه معنى كبير جدا في حياتنا، المفروض ناخده ونحافظ عليه، والقراءة بجد تبقى حق لينا، المفروض نحافظ عليه وما نسيبهوش. السيدة الفاضلة سوزان مبارك افتتحت يمكن زي ما حضراتكم شايفين بجانب المهرجان، تفقدت المكتبة الحدائقية والمكتبة المتنقلة اللي برضو كلنا عارفينها لانها موجودة معانا منذ سنوات، وهي عبارة عن سيارات اتوبيس بتبقى مجهزة في اطار طبعا هذا المشروع، ومشروع بالتعاون مع جمعية الرعاية المتكاملة بيتنقل في القرى والنجوع اللي بتعاني من نقص المكتبات. شارك في مهرجان افتتاح الحملة القومية للقراءة للجميع السيد الوزير فاروق حسني، وايضا وزير التنمية المحلية الدكتور عبد السلام محجوب، ورئيس المجلس القومي للشباب دكتور صفي الدين خرموش، ومحافظ الإسماعيلية السيد اللواء عبد الجليل الفخراني، والسيد السفير عبد الرؤوف الريدي. حملة قومية للقراءة للجميع، او حملة قومية القراءة حق للجميع، اعتقد انه شيء يجب ان نسعد به، وفي نفس الوقت نحافظ على أهمية القراءة في حياتنا.